أحبابي في الله، عندما نظرت إلى هذا القمر تذكرت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. جل في علا يقول: وجوه يومئذ ناضرة عليها نضرة. الله يجعلنا منهم. الله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون في الجنة، والمزيد رؤية الله.